السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائنا متابعينا على قناة دين مصر، ومعانا سيادة المستشار عبد العزيز أبو رزقة حبيب قلبي ابن عم العريس. حبيب قلبي يا النور، أنا بكر ولا إيه؟ أيوة يا شباب حبيب قلبي، ألف مبروك وربنا يتم عليهم بخير يا رب وعقبال عند الناس كلها. الله يخليك يا سيادة المستشار، دايما منورنا على فكرة يا جماعة. سيادة المستشار دوت فراشة المستشار بدرين نبو الأهلية، من أفخم الفراشات في جمهورية مصر العربية. شكرا يا عزيز. أنا عم حمدي عوض. ألف مبروك لدار أبو رزقة ودار أبو رزقة بالكامل، وعم عزيز عادل للمستشار صاحب مخازن الفراشة كلتنا بنحبه، وهاني البراس حبيبنا وحبيبنا وصاحب الإعلانات الجميلة. شكرا يا محمد. معانا طبعا الأستاذ عادل أهوت. ألف مبروك للأستاذ رضا أبو رزقة وعقبال محمد ابنه، ومنورنا المستشار عبد العزيز عادل صاحب أكبر فراشة على مستوى الدهلية، وعقبال عنده وربنا يتمهم على بخير يا رب وعلى الناس كلها يا رب. شكرين، شكرا لكم، وتابعونا على قناة دين بص. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم.